أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. قومي دخلي قاسني أمي، أنا خلاص ما عاد أتحمل نوم، سني ذبحني. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لك امشي روح على الدكتور، انت ما بدك ايش اعمل لك؟ مستحيل اروح على الدكتور. مستحيل اروح. لك ابني والله دكتور اسنان ما خوف كل هذا، انت ليش غير بخاف منه؟ ما بعرف وما بدي. خلص مش الحال، انا اصلا ما عاد بدي اروح. خلص مش الحال، ما فيني شيء. بسيطه يا ابو السرامي، انا بعرف مين راح يمشي شغله معك، ما في غير شخص واحد. وينك ابو عباده؟ تفضل لعندي. قال شو بدك؟ يعني اروح على دكتور اسنان؟ طعالي لانه انا وليد اخيكم. لحظة حبيب، قبل ما بلش بسكتش هلا، اللي ما اشترك بالقناة طجلنا لايك، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، قربنا نصل على 300 ألف حبيب قلبي. كلكم بتعرفوا انا حاليا خارج مكان الإقامة المقيم فيها، إقامتي أنقرة. أنا خارج أنقرة بحضر لكم مفاجأة حلوة، اللي متابعني على ستوريات على انستغرام بيعرف أنا شو عم بخطط وشو عم بعمل، انتظروا مفاجأة كثير حلوة. فهلا اشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وفعلوا زر الجرس لأنه كثير مهم حتى نوصل على 300 ألف. قولي ايش في بابا؟ انا سمعت انه سنانك عم بوجعوك، مزبوط الحكي؟ ايه والله عم بيوجعني، بس ليش عم بسأل؟ لا 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 لا، معقول سنانك عم بوجعوك وما بتقولي؟ ليش ما بتعرف انت انه ابوك دكتور سنان؟ تفضل عندي انا بحل لك امرك، تفضل. حدا قال لك انا مستغنى عن حالي شيء؟ لك ابني تعمل شغلتها بسيطة كثير، انت بس تعال بس تعمل انت. بعد الكماشة من وجهي، بعد الماسة، بعد ولتاع تعال، ما بتوجه شو بتقدر اعمل لك؟ بس هيك تعال بابا بعد كلمة الله. رجع ورا بالك، ارجع ورا وتقرب. لو جاي هلا كنا خلصنا لتاع، خليني اخلصك بس سهلة كثير سهلة. لا تقرب. امي خلص قررت اروح على الدكتور. ابوي هاجم علي بالبهزة، الدكتور صفي ارحم يعني. قلت لك امشي بعيني بالروحي، شعب متعود ما يجي غير بالسلاح الفعال. امشي قدامي يلا. يلا امشي يلا. امي انا خايف كثير خايف. لا حول ولا قوة الا بالله. لك انا لو مخلفة جردون ينخر بالحيط مو احسن من ذلك. ولك ليش بتخاف من دكتور سنين؟ شلون بدك تطيب لك؟ ما بخوف الدكتور، ما بخوف. يا رب تعيني على هالخلفة هاي. امي والله عن جد سني طوب، خلاص طفت عليك، ما عاد تيجي طوب. اللي صدقيني خلينا نقوم نروح، ما في شيء، انا طبت ولا طبت. بدك تسدو لابوزك ولا استعمل معك غير شيء؟ بابوجي الاصلي نسيانته بانقرة، بابوجي رجالي. بسكوت بقشو. ايه علينا، خذ بقى الله. سمعنا الاصوات؟ لك في حدا عم بموت جوا، في حدا عم بقطع روحه، في حدا عم نازع. قومي لحق اما تصير جوا، قومي لحق. لا تخاف ما راح تموت. والله يمكن تموت. دخيلك بالناقص. بالناقص؟ ربي دخيلكم. يا ربي دخيلك، اللهم لا اسألك رضا القضاء ولكن اسألك اللطف فيه. يا رب تعيننا يا رب، ولي دخيلكم ولي. ايه بدنا نتمك نتفرج على بعض، عندنا شغل. المريض اللي بعده خلصوني بسرعه. مالهم انطفش دكتور، انطفش شغل شوي كمان راح هرب. دحريش وما حسيت امسكه، هرب من الخوف. ريح دورنا امشي ولا كذا، امشي يلا الحاني لجوا يا ولد، بروح على الكرسي بسرعه يلا. يا ربي دخيلك امي بلاها والله بلاها، اسمعي مني بلاها. اشوف احكي لي يا ابني ايش عم بوجعك بقى؟ هذا هو
كان في وجع يعني كان قلب بس هلا ما بيش هلا والله بتصير حامل يعني ما في شيء ما في داعي للدكتور طول يعني هريح على كذا بدك ما في وجع روح شو بدك ابني ليش خايف دكتور الاسنان ما خوف بعدين دكتور الاسنان مهم كثير كثير مهم تعال شو فتحت امك فرجيني اسنانك لاشوف يلا فرجيني لشو فرجيني يخرب بيتك على الاسنان ولك ابني هدول اسنان بني ادم هدول انت بعمرك ما بتسمع باختراع اسمه فرشاية الاسنان لك اختي ابنك ليش ما فرش اسنانه وليش لانه بديش عرفت ليش دكتور لانه بديش ما بيسمع كلمه ولك 100 مره قلت له ولك طلع على سيني شعره يا ابني ولك فرش اسنانك يا ابني فرش اسنانك ابن مطين ابن عجين بدخل منهم بطلع من هون لك عيفني سابت الدكتور بدي احكي لك رح احكي لك عيفني سابت الله وكيلك ماشي ماشي يا اختي انا فهمت عليكي انا هلا راح افهم لك يا شلون بتصير فرشاية الاسنان انطروني لحظه بس هلا هيك هيك خلصين امي خلصنا هلا هيك نحن لا كمان شوي قولك تشوف اصلا عمل لك شيء لسه ما عمل شيء طويل كن بارضك امي امي بدي اروح بدي اقطع الفوزات براسي على بقلب بلا ما عليك اهل الحاره بدي اقطع بدي اروح على بقلبك يا 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 مع احترامي لكل النشره الجويه سمعتني اياها هلا انت حققت اعتراضك انا حقي كمان ما اوافق على اعتراضك اسمعوا بس نيه ولد ببابوجي بسلاح يرفع عمل يلي ضربات ونتجة غير مباشرة وهدافة كمان بابوجي الجهلي لسه ما استعملت ولا مرة عليك فكن محترم حالك أحسن لك أي حركة منك هيك ولا هيك رح تخسر حياتك فشوف حالك أحسن لك بقى عبتمزح أنت مو عبتمزح وين جايتك وين جايت عم تمزح مو؟ لا تخاف ابني لا تخاف كثير بسيطة شغلتك بسيطة كثير فتحت امك اشوف فرجيني يلا لشوف ها؟ بس خالصين ابني خالصين شفت كثير بسيطة خلصنا يعني هيك دكتور؟ اه ما روح احنا خلصين؟ لا هلا وين احنا؟ خلصنا يعني خلصنا اول مرحلة بقي عندي شغلة بسيطة شغلة كتير بسيطة صغيرة يعني شو هي؟ والله والله ما خليك تقرب علينا والله لا وقف وقف شلت حالهم مني لا 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 لك لو مخليني قرر رسلنا بعدين اشتر حالهم كنا اخذنا منكم اجرا ولا انتو ايش رايكم قبل ما ننتقل هذا الفيديو يا رب يكون الفيديو كان نال اعجابكم هي العياده شفتوني فيها هي عياده الدكتور عبد الباسط بيك طبعا بنشكر الدكتور عياده الدكتور حبيب قلبي اي حدا في مدينه بورصه تركيه رح اترككم تحت بالفندق الوصف العنوان بورصه بمنطقه جورسو طبعا اي حدا رح يجي يقول له من طرف ابدا رح اعمل له حصم كثير كويس فكل الجاليه العربيه المقيمين في مدينه بورصه تركيه هي عياده دكتور الاسنان اختصاصي في طب الاسنان وجراحته فكر لكم اللي بيجي لهون رح يحصل له حصم كبير رح تحطكم تحت عنوان بصندوق الوصف وما تنسوا تشتركوا بالقناه حتى ما تفوتوا على 100,000 اسرع وقت سلام